إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد، فبداية صلى الله الرحمن الرحيم أن يتغمد هذا المرحوم بإذن الله سي محمد ورمضان برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يبارك في ذريته وأولاده، وأن يصلحهم، وأن يبارك في الحاضرين أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والإخلاص، وأن يطهرنا من الذنوب والمعاصي. فما أحوجنا أيها الأحبة إلى الطهارة المعنوية، فكثير ما نتحدث وما تحدثنا وما يتحدث الفقهاء والعلماء عن الطهارة الحسية من الوضوء والغسل. الإسلام تحدث عن الطهارة المعنوية في كثير من الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاءت الرسل إلا لتطهير البشرية مما هي فيه من الأدناس والأرجاس والأنجاس والشركيات. فتطهير البدن والجوارح أي الطهارة المعنوية مقدم على تطهير الأعضاء بالماء. فالإسلام أمرنا أن نطهر أعيننا من النظر إلى الحرام، أن نطهر آذاننا من سماع الحرام، أن نطهر أيدينا من لمس الحرام والبطش، أمرنا أن نطهر أرجلنا أن لا نمشي بها إلى أماكن اللهو والفسق والفجور، أمرنا أن نطهر قلوبنا من الغل والحسد والحقد والبغض والعداوة، أمرنا أن نطهر مجتمعنا من المعاصي والذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك البشرية بفطرتها تعرف ما هو النجس وما هو الطهر. لذلك قوم لوط فقالوا عن أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يبتعدون عن المعاصي. هذا الإنسان جعل الله له نزوعا إلى الشر والخبث والنجاسة، والنزوع إلى الطهارة. وهذه الطهارة لابد أن تقوى بالرسالة، بالوحي، بذكر الله، بالطاعات، بالإقبال على الله عز وجل، بذكر الله وبقيام الليل. فهذه تسمى الطهارة. كل ما يقوم به المسلم وفق أمر الله وأمر الرسول فهو طاهر. وقد قرأ الفقهاء قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالإنفاق في سبيل الله وإخراج المال هو طهارة، إخراج المال هو طهارة. والذي لا يخرج المال إنما يحافظ على النجاسة. لذلكم الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من الشح، تطهرهم من البخل، تطهرهم من الأنانية. الذي يصلي إنما يطهر جسده،
يطهر نفسه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام هو طهارة من اللغو والفسق والزور. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج هو طهارة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن المسلم بطاعته الله عز وجل وإقباله على الله هو يعيش في دائرة موسعة واسعة كلها طهر، كلها طهر. الإسلام هو طهارة. إذن معنوي قبل أن يكون ذلك حس. فمن التناقض أن الإنسان حينما يتوضأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه فيهتم بهذا الجانب الحسي وينسى الجانب المعنوي. الجانب المعنوي، المضمضة إذا تمضمضت بالماء أنك تغسل فمك، ولكن عليك أن تطهر فمك من الغيبة والنميمة والكذب والزور والفحش وكل كلام فيه طعن فيه لعن. فأنت تطهر فمك بالماء، طهره كذلك بما يغضب الله عز وجل. كذلك الاستنشاق، عندنا الحواس الخمس، فلا تشم إلا طيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. إذا أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الطيب وهو العطر فكان لا يرده صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم هو الذي يشم دائما ما هو زكي. إذن تستنشق الماء وتستنثر، فكذلك عليك أن تشم ما هو طيب، والناس لا يشمون منك إلا ما هو طيب. كذلك أن المسح الرأس، مسح الرأس، فأن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس أن لا تدخل إلى عقلك ورأسك من الأفكار الرديئة النجسة القبيحة. فأدخل إلى رأسك ما هو طاهر، ما هو نقي. كذلك الأيدي، طهرها، طهرها، أن تلمس بها المصحف، أن تأخذ بها المصحف، أن تقرأ بها الكتب، أن تنفق بها في سبيل الله، وتتصدق بها الأرجل، فأن تمشي بها إلى المساجد، إلى ذكر الله، إلى أماكن العلم للتعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. جوارح كلها يستعملها المسلم لله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. إذن الطهارة، طهارة النفس، طهارة البدن، طهارة الأسرة. هناك من يعتني بنفسه، الأناقة، جلباب جديد، أو يعتني ببيته، الصباغة، البيت حينما تدخله كله ديكورات وصباغة جديدة، أثاث جديدة ومرتبة ومنمقة، هذه الأثاث في البيت. ولكن قد تجد في البيت النجاسة، فيها الأغاني، تجد في البيت، دخلنا بيوت وجدنا فيها أصنام ما يشبه الأصنام وهو يقرأ القرآن. فالمسلم يطهر بيته من الحرام،
يطهر أسرته من المحرمات من المناهي. فالبيت المسلم لا يكون فيه إلا ما يرضي الله، تدخله الملائكة وتنفر منه الشياطين. لا تدخل إلى بيتك الشياطين، دائما ادخل إليها الملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. فبعض الناس، وهذا ما يسمى التقدم والتحضر في عند بعض أسرنا، ونرى ذلك ونشاهد، وقد كثر في هذا الزمان الشباب يجرون الكلاب، وهذا الكلب يدخل ويسكنه في بيته في السطح أو في أي مكان في البيت. فليعلم أن الملائكة لا تدخل هذا البيت ما دام الكلب في البيت، إلا إذا كان كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب زارع، فهذا معفو عنه. أما الإنسان يشتري هذا الكلب من أجل ما يسمى بتقدم، هذا تأخر ماشي تقدم، فالملائكة لا تدخل البيت هذا البيت. وكذلك الصورة إذا كانت مجسمة ومجسدة، إذن علينا أن نطهر بيوتنا من الحرام من المناهي، أن نطهر مجتمعنا، أن نحاول أن نطهر مجتمعنا حينا، يعني شوارعنا. أنت تسكن في حي، فطهر، حاول أن تطهر مجتمعك من الحرام من الآثام من المعاصي من الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. لأن الناس إذا لم تتعاون في تطهير المجتمع وتغيير المناكير سيعم البلاء وسيعم المنكر، كالنار إذا اشتعلت في بيت جارك، فلا بد أن نتعاون وأن تتعاون في إطفاء النار التي اشتعلت في بيت جارك، وإلا ستحرق بيت جارك وتحرق بيتك. وتعاونوا على البر والتقوى، فننشر الفضيلة وننشر الخير وننشر المحبة وننشر الوئام وننشر الطاعة وننشر ذكر الله عز وجل. هكذا المسلم نتعاون في أسرنا وفي قريتنا وبين عائلتنا وبين أهلنا. نفكر، لماذا الناس لا تفكر في نشر الفضيلة؟ كثير من الناس لا يفكرون إلا في نشر الرذيلة والفواحش والمناكر. أنا عندي غيرة على مدينتي، عندي غيرة على قريتي، فأبني المسجد وأبني أماكن لتحفيظ القرآن الكريم وأنشر الفضيلة وألقي الدروس بين أسري بين عائلتي. إذا رأيت منكرا أحاول أن أغيره بالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا كان آباؤنا وأجدادنا رضوان الله تعالى عليهم، رغم قلة وعيهم، الوعي بالمفهوم الآن ثقافة، كانوا لم يدرسوا، أكثرهم لم يقرأوا، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم كانوا يتسابقون في نشر الطهر والطهارة في المجتمع. رأينا آباءنا وأجدادنا لحية هندام السبحة في يده يذكر الله، وكل كلامه أولادي الله يرضي عليكم والله يفتح عليكم، ولو رأك أنك تخطئ يدعي لك بالخير. هكذا نظن مع الناس الكبار، الله يرضي عليك أولادي، الله يصلح لك أولادي، ما تعاودش دير هذا الشيء أولادي. إحنا الآن هذا الجيل الله يقطعك والله يعطيك كذا، أولد الحرام هذاك ولد، يعني حتى النطق الآن تغير، نسأل الله السلامة. كان المرأة كانت تنادي على ولدي أولدي الله يصلحك أولديك، الآن تقول الله يعطيك واحد كذا والله يعطيك واحد. فالناس الآن ابتعدت عن نشر الطهر. ولذلكم أيها الأحبة أن نسارع وأن نتسابق في نشر الفضيلة. كاين واحد اللي كيدفع ولده يتعلم الموسيقى،
كاين واحد يدفع ولده يتعلم القرآن يحفظ القرآن، إذا الفرق بين هذا وذاك. واحد كيوصي ولده، أولدي الله يخليك صلي، حافظ على الصلاة، حافظ على الدين، حافظ على كذا، يوصيه بالصدق. كاين اللي يوصي ولده اللهم تكون ذيب أوليدي، كن ذيب كن راجل، اللهم تبكي أمه ولا تبكي أمك. فالمجتمع الآن صلى الله السلام.